صباح الخير لكل المشاهدين بحلقة جديدة من حوار اليوم الأحد 16 تموز 2023. طبعا نتناول فيها المشهد السياسي مع الكاتب السياسي الأستاذ عبد الله قمح. أهلا وسهلا فيك أستاذ صباح عبد الخير. الله، وكمان راح يكون معنا مداخلة مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار بملف النازحين السوريين والتقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، وأيضا المشهد الأمني على الحدود الجنوبية اللبنانية مع العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي العميد شارل أبي نادر خلال هذه الحلقة. طبعا أستاذ عبد الله، يعني إذا بدنا نبدأ بالمشهد السياسي، طبعا هناك يعني انتظار وترقب لعودة لودريان بعد الاجتماع الخماسي اللي راح يصير غدا بالدوحة. صار في تضارب شوي بتوقيت هذه الزيارة، ولكن ما هو المشروع الذي يحمله لودريان بعد هذا اللقاء هلا المشروع الخماسي؟ مرتبط بنتائج لقاء بكره اللي انا عرفته امبارح تقريبا، انه بعد ما في موعد نهائي لزياره لودريون لبيروت، فممكن تكون هذا الاسبوع، ممكن هو يرجع على فرنسا لحتى يرجع يقيم الوضع نتائج الاجتماع يلي صار. ولكن الملفت بالموضوع انه في دخول قطري على الخط الفرنسي، يقيل انه هناك وفد قطري سيزور بيروت الاسبوع المقبل. انا بتقديري فيها شوية صعوبة انه يكون في وفدين بنفس الوقت يعني هذا في لبنان، وبشكل اللافت تضارب صحيح. يعني. ولكن هو دائما القطري حاول يتميز عن الدور الفرنسي في لبنان باكثر من مرحلة، وقيل انه هذا ياتي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية. وبطبيعة الحال الطرفين، يعني عم بحكي انا عن القطريين والامريكيين، عندهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الفرنسية تحديدا بموضوع رئاسة الجمهورية. هلا بالنتائج بدنا نشوف بكره. انا بتقديري اللي عم بصير حاليا هو عبارة عن محاولة لطرح رئيس أو اسم لرئيس جديد يسمى الخيار الثالث. ومن هذا المنطلق إذا لاحظنا التيار الوطني الحر حاول يعدل بمفاهيمه شوي وشوي صغيرة وروح لعند حزب الله، مستبقا الأمور في حال حصلت يعني الاتفاق على اسم خيار ثالث. ولكن شو هي هوية هذا الخيار غير واضح بعد لحد الآن. ولكن هناك تسريبات تتحدث على أن القطريين يريدون أن يكون قائد الجيش العماد جوزيف عم يعني ما تغيروا من البداية اسم مطروح، بدهم يطرحوا. هلا في شغلة هون، مسألة مهمة جدا بهذا التوقيت تحديدا. اليوم في تقاطع قوى مساحية على اسم جهاد أزعور، خرج منه إلى حد ما التيار الوطني الحر، يعني عمل اون هولد إذا بدك موقفه لهذا مع التقاطع، مع تقاطع جهاد أزعور لحتى يشوف نتائج حواره مع حزب الله لوين بدها توصل، وبناء عليه يلي بيرجع بيشوف. بدأ يعني عم بدأ، نحكي عن نعم عدة في عدة لقاءات جلسات صارت. صاروا يعني في عدة جلسات. ولكن المهم جدا بهذا الموضوع أنه اليوم طرح قائد الجيش، يعني في حال حصل بشكل رسمي، مين بده يتبناه من القوى المسيحية الأساسية وهي متقاطعة على جهاد أزعور؟ هذه نقطة. نقطة تانية، عندي تخوف أنا من طرح قائد الجيش بهذا التوقيت بمعزل عن أي موقف آخر. ولكن اليوم بالسياسة في مجموعة قوى متشابكة في الداخل اللبناني، في قوى مسيحية مأيدة طرف وأعلنت أنه هي مأيدة هذا الطرف، في طرف آخر اللي هو الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما، راحوا باتجاه سليمان الفرنجية. وخطاب سماحة السيد على التلفزيون من كم يوم كان واضح، حط معايير لهوية الرئيس اللي هني بدهم إياه واللي بأمنهم بالحد الأدنى الثقة داخل الحكم. يعني هذه المعايير التي تنطبق بس على سليمان فرنجية هلا حاليا، ولا فتح باب هلا يعني بطبيعة للخيار الحال التالي؟ حزب الله واضح بموقفه ناحية سليمان فرنجية، ولحتى يتراجع حزب الله عن ترشيح سليمان او دعم ترشيح سليمان فرنجية مش هو اللي رشحه، يفترض انه الوزير السابق سليمان فرنجية يكون عنده موقف. لحد الان مش موقف واضح او هذا مبادرة الموقف. باتجاه معين، موقف بالتراجع عن الترشيح، هذا هيك هو تقصد. الموقف. نعم، لأنه يعني في ناس بيقولوا أنه مفروض عليه يتحرك باتجاه بعض المواقع اليوم لتحسين العلاقة بطبيعة مع الحال بعض هو الأطراف. مرشح، هو مرشح يعني اليوم خذ المعيار ك خلينا نقول مرشح نيابي. المرشح النيابي عادة بوقت الحملة الانتخابية بينفتح على كل الأطراف، بيحكي مع كل الناس، تعاطى مع كل الناس لحتى يجيب الأصوات لعنده ويعطي شوية تطمين. اليوم الوزير سليمان فرنجية إذا في حال حصل وهو صار رئيس للجمهورية، هو حيكون رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين، وبالتالي هو مفروض عليه أنه يحكي مع كل اللبنانيين، إلا أنه هو طالع آخر شيء من خط سياسي واضح وصريح. طيب اليوم حزب الله وحركة أمل ما حيغيروا بمفهومه الرئاسي إلا إذا بدل الوزير السابق سليمان فرنجي. واليوم
وبرجوع على هاي موضوع بالمنحة السلبي إذا عم تقول لانسحاب ترشيح، بينما من ناحية التأييد أو زيادة الدعم لسليمان الفرنجي هلا ماذا هاي مروحة. يتطلب؟ ليكي هون سألت حضرتك سؤال مهم جدا، أنا بدي أرجع لك لجلسة 14 آب لحتى نحن هيك نكون واضحين. 51 59 مظبوط، يعني 51 صحيح سليمان فرنجي 59 لجهاد أزعور، كانت الكتلة السنية واقفة بالنص إذا بدك، وراحوا بعتقد صوتوا بخيار لبنان الجديد نتيجة عدم وضوح الموقف السعودي. اللي بدي أقول لك إياه إنه لو فيما لو السعودية كانت بوقتها مع خيار جهاد أزعور مثلا وبدها تواجه هذا الفريق كانت عاطت، وبالتالي كان عمل رئيس للجمهورية بالحد الأدنى، يعني كان وصل على المرحلة الثانية على الدور الثاني، ولكن هي ما بدها، وهذا بيأكد أنه اليوم بعض السعوديين مش واضح موقفهم، وبالتالي أنا إذا بدك بالتحليل بحسه هو أقرب لموقف سليمان فرنجي، لأنه هون ما كسروا لسليمان فرنجي بجلسة 14 آب ولا كسروا الحليف اللي معه، وبالعكس يعني كسروا جهاد أزعو لأنه ما سمحوا له أنه يعمل رئيس جمهوري، وهذا إلى عدة اعتبارات. أي لكن السياسة. ماذا ينتظر السعود اليوم؟ ينتظر السعود اليوم يا سيدتي الكريمة تبلور أجواء مؤاتية في الداخل اللبناني. اليوم هو مشغول بموضوع الاتفاق مع الإيرانيين، ونحن خلينا نحكي الأمور بشكل واضح، يعني لبنان هو بآخر السلم بهذا الاتفاق. طب مش بالداخل اللبناني عم تحكي، انا عم بحكي بشكل عام، لانه اليوم هن بلشين من فوق ليوصلوا لتحت، مزبوط، يعني بلشين ستيب باي ستيب. طيب اليوم السعوديين لحتى تكتمل كل الاجواء المؤاتية في المنطقه ليوصلوا هن للملف اللبناني ويحكوا فيه، هذه بدها شهرين ثلاثه اربعه خمسه، ما حدا بيعرف قد ايه، بدها شويه وقت، انه في عندك مجموعه عقبات عم تحصل حتى ضمن هذا الاتفاق. طيب باي نقاط بس سريعا ما نفوت كثير بالتفاصيل، بموضوع تبلور الاتفاق الايراني السعودي اليوم باليمن، اليوم عندك باليمن وعندك بالسعوديه، عندك عده مراحل. باليمن يبدو انه الامور مش كثير بعد خالصه، يعني في عده امور بلشت تبين انه في بعض شوية عثرات وعرقل. بالموضوع السوري هناك دخول أمريكي سلبي على الخط السوري، منع إذا بدك التقارب العربي الكامل باتجاه النظام مع دمشق، وبالتالي هون السعوديين بدهم يشتغلوا مصالحهم، يعني انت بتعرف انه السعوديين والامريكان على المستوى الكبير يعني بالمنطقه هن متداخلين، يعني لحد ما متباعدين، يعني عفوا في نفور بالسياسه بيناتهم، فبدنا نشوف هل ستلتزم المملكه العربيه السعوديه باغلاق الباب على دمشق ولا لا. بس الواضح انه في فتح سفرات وفي علاقات، في فتح سفرات بس هيدي اليوم هيدي بالشكل بشكل، اليوم بدك تروحي بالعمق، عمق الحل السياسي، عمق، يعني اليوم مثلا في عندك مشكله كبيره بسوريا بعدنا نحن مش عم ننتبه لها، بمعزل عن تبادل السفراء، هذا بشيء بيصير بمرحله اولى، يعني صار بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الاسلاميه في ايران، ولكن هذا بياتي كمرحله اولى تعقبه لاحقا دخول بشكل مباشر على صلب المواضيع الرئيسيه. بسوريا في اهتمام لدى السعوديين بموضوع الحل السياسي، بموضوع تقسيم السلطه داخل هذا اللي عم تقول، هذا الشيء اللي مش عم ننتبه له، هذا الشيء نحن مش عم ننتبه له، فاذا اليوم هن بدهم يروحوا يحكوا كمان مع السوريين، والسوريين يعني حسب ما صدر بزميلتنا جريده الاخبار وزميلنا فراس الشوفي تحدث، يعني وقت ما ذهب فخامه الرئيس ميشيل عون الى الرئيس السوري بشار الاسد وناقش معه موضوع رئاسه الجمهوريه في لبنان، طرح خيار ثالث اللي هو الاستاذ زياد باروت، وفي معلومات طلب منه للرئيس ميشيل عون انه روحوا احكوا مع السيد حسن نصر الله في بيروت. طب هذا يؤكد انه السوريين مش داخلين بهذه اللعبه في لبنان، وهن عندك عم بيطلعوا لمستوى ابعد، يعني هن بدهم يحكوا اخر شيء مع السعوديين بهذا الموضوع، بدهم يرتبوا اوراقهم الداخليه، فكل هذا بياكد انه بعده لبنان ورقه مش اولويه، بعده مش اولويه بالمنطقه، في عندك مجموعه تفاهمات لازم تركب فوق لتوصل لعنا لتحت، هذه بدها شويه بدها يعني شويه، لم تنضج بعد ظروف الحل اللي عم ينحكي عنها كثير، لم ينضج بعد ظرف الحل في لبنان. بس في اقول لك شغله، وهذا تسريب من مصدر موثوق اكد او اكد لي من فتره، انه السعوديين قالوا في احد المجالس الخاصه يعني انه هن ما بدهم رئيس مواجهه في لبنان، وهذا عامل ايجابي، يعني وقت ما بيجي السعودي بيقول لك انا ما بدي رئيس مواجهه، بتشوفي انت تصادفه بجلسه 14 حزيران كيف كان، يعني هذا بياكد انه هو ما بده رئيس مواجهه، وما بده رئيس مواجهه يعني هو هذا الفريق الاخر في لبنان، يعني الثنائي الشيعي ما بده يفوت معه كمان بكسر عظم وعلاقه بس سليمان فرنجي منه
مواجهة للفريق الآخر؟ لو كان مواجهة ما كانوا دعوا للفريق الآخر، ممكن هو يشوف الفريق الآخر هيك، ولكن السعوديين اليوم مش شايفينه أخذ بس رئيس بعين مواجهة. الاعتبار اليوم عدم مواجهة الثنائي يعني وحلفائه. لا مش هيك، بدي أقول لك شيء. اليوم سليمان فرنجية ببكركي بعتاب بال 2014 أو بال 2016 عفوا، بالاجتماع اللي حدد فيه أقطاب الموارنة كان هو قطب، وبالممارسة السياسية لسليمان فرنجي خلال هذيك الفترة كان ممكن خصم بس للتيار الوطني الحر نتيجة عدة اعتبارات يعني، ولكن كان هو منفتح على اللبناني يعني، كان عنده علاقة مع حزب الله بنفس الوقت كان عنده علاقة مع القوات اللبنانية، وكان عم ينحكى انه رايح باتجاه علاقة مع حزب الكتائب، عنده علاقة مع رئيس نبيه بدر، عنده علاقة مع حزب التقدم الاشتراكي، عنده مجموعة علاقات، فإذا هو لا يشكل مواجهة لأي فريق، ولكن التوصيف السياسي اللي أعطي لسليمان فرنجي خلال تقديمه لترشيحه على انه هو مرشح للثنائي الشيعي خلق التباس. صحيح. ولكن اليوم انا بدي اقول شيء بالشكل، لو انه كان هو حزب الله مثل ما بيسموه ما كانت السفاره السعوديه مثلا دعته على لقاء بعتقد بذكرى اتفاق الطائف وحطته بالصف الاول، ولا كان ميز السفير السعودي بخلال دعوه الفطور بعتقد. طيب اليوم هذا الشخص عم تحاول تقول المملكة العربية السعودية انه هذا لا يشكل بالنسبة لإلي احراج. اضف الى ذلك معلومة بدي خبرك اياها تواترت لإلي من فترة يعني، خلال زيارة او بعيد زيارة الوزير بن فرحان وزير الخارجية السعودي على المملكة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقائه بوزير الخارجية الإيراني، الإيرانيين بوقتها طرحوا فكرة أنه سليمان الفرنجي، وهي كانت أول مرة بتنحكى، سليمان الفرنجي لا يشكل عدوا مثلا أو خصما للمملكة العربية السعودية في لبنان وما بيعمل المشكلة لسياستها، بالعكس. هلا بوقتها الوزير بن فرحان بطبيعة الحال ما علق، كان سعى لودريون لأنه يروح يجيب الجواب من المملكة العربية السعودية على هذا الموضوع، لأنه بطبيعة الحال بصير في تواصل يعني بين الإيرانيين والفرنسيين بهذا الموضوع. هي كانت أول مرة بينطرح اسم الوزير سليمان الفرنجي بشكل يعني قبل المبادرة الفرنسية عم تحكي؟ لا لا، أنا عم بحكي خلال من تقريبا من حوالي شهر ونص يعني، خلال أو شهر وقت ما زار الوزير بن فرحان الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طيب اليوم هذه كل الأجواء بتقول إنه السعوديين واقفين بالنص ناطرين اللحظة الحاسمة. اللحظة الحاسمة هي بتجي من فوق عادة، عامل خارجي عامل دولي، لا تتبلور هذه الأجواء وتوصل لعنا بدها شوية وقت. مثل أي يعني عامل عم تحكي أنه قد يصدر من أمريكا موقف يعني أو لا لا، الموضوع المنطقة اللي كنا عم نحكي فيه يعني، اليوم تقارب الإيراني السعودي، اليوم تقارب السوري السعودي، هذا بيشكل عامل أساسي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير بهذا الموضوع، ولحد اليوم بعد ما افرجت عن ولا موقف واضح بالنسبه لهذا الموضوع، هن رايحين باتجاه قائد الجيش. كنت بلشت حديثي مع حضرتك وقلت لك انه انا اتخوف مثلا خلال هذه المرحله انه ينطرح اسم قائد الجيش بوقت انه ما في ظروف. ليش؟ لانه احنا بنروح لحرك هذا الاسم. فهوني سؤال، هل تريد هذه الدول ان تدفع باسم قائد الجيش لاحراقه للوصول الى خيار ثالث؟ لانه الطرف الاخر ما حيقبل باحراق سليمان الفرنجي مقابل اي احد ثاني. حتى ولو كان قائد الجيش، وانا اللي بعرفه عن قائد الجيش يعني بعلاقته مع حزب الله انه ما فيها الاشكاليه الكبيره مثل ما عم ينحكى يعني، في احترام متبادل. طب مش ممكن اذا هيدا التفاهم او عوده محاوله التفاهم بين التيار وحزب الله لم تنجح، لنعتبر انه قد يذهب حزب الله باتجاه قائد الجيش لتشكيل معادلة معينة الحزب والجيش أو المقاومة والجيش مقابل القوى المعارضة له؟ اليوم هو في حوار ما بين التيار الوطني الحر وما بين حزب الله. لو ما التيار الوطني الحر ما كان مزروق ما أجل عند حزب الله وحاول، لأنه كان سقفه للوزير جبران باسيل خلال هذه المرحلة مرتفع كليا بشكل واضح يعني، كان مرتفع. يقال أنه بعض المواقف اللي صدرت من حزب الله تحديدا بموضوع التعيينات هي يعني شو طبعا هي ساهمت، ما هو اليوم انت بتكسر الجليد بتعملي اجواء مؤاتيه، ولكن حزب الله ما بدل بموقفه.
بعده لحد اليوم عم بقول لك انا مرشح سليماني فرنجي، ولكن خلال الفتره الماضيه اذا نحن بنجي بنتابع تصريحات الوزير جبران باسيل، حتى خلال فتره موافقته على التقاطع على اسم جهاد ازعور كان عم بيكون متميز عن المتقاطعين، طلب انه نتقاطع على نحن نروح على خيار مستفيد. على خيار ثالث. فاذا هو بالاساس كان متحرك بالموقف، اما حزب الله كان ثابت بموقف. هلا وقت ما صار هذا الحوار اليوم، هو هذا الحوار مهم، حقول لك ليش، لانه هذا مهم انه نفوت فيه لهذا الموضوع بمعزل عن اي موقف سياسي اخر. طيب اليوم يريد جبران باسيل انه يغير بموقف حزب الله، فاذا راحوا اثنيناتهم على محل له علاقه او فينا نحن نسميه بحوار غير مشروط، صار في تنازل نوعا ما، مش تنازل يعني، لا انه لا جبران باسيل اجى لعند حزب الله يقول له ليك لازم انت تتنازل او تتراجع عن اسم سليمان فرنجي لحتى انا حاورك، ولا اجى حزب الله لعند جبران باسيل قال له ليك انت لازم تتراجع مثل المرحله الماضيه يعني. اجوا كل واحد عنده هدف سياسي وعنده موقف سياسي، اجوا مع بعضهم وبلشوا يحكوا، بس انا بشوف الامور ابعد من الموضوع السياسي. ستنا الكريمه نشات بظل خلاف حزب الله والتيار الوطني الحر مؤخرا نزعة مارونية شيعية. هذه النزعة المارونية الشيعية هي خطيرة على النسيج اللبناني، لأنه في مش بس في مناطق تحكي تنافر يعني؟ في طبعا في نفور، في نفور شعبي يعني. اليوم معلش في طرف عم يحكي بالفيدرالية وبالتقسيم وعم يحكي بوجهة نظر أنه نحن مخطوفين وإلى ما هنالك وبدنا نستعيد جزء من حقوقنا في الدولة اللبنانية. طيب هل لجأ هذا الفريق لأنه يسمع أو سمح لنفسه أنه يسمع مثلا الفريق المسلم شو عم بيقول، تحديدا الشيعي شو عم الزواريب، الزواريب شو عم ينحكى؟ اللي عم ينحكى كلام خطير، مثل يعني عم ينحكى كلام أنه إحنا مش قادرين بقى نتعايش، إحنا وهيك جماعة بتفكر فينا بهالطريقة. عم ينحكى أنه هذا النظام ولا ممكن يكون ذاك بقى بهذا الشكل، مثل ما هني بدون حقوق ونحن منا حقوقنا. رجعنا نحن لمبدأ سخيف تافه، ومش لازم بقى ينحكى بال 2024 او بال 2023 له علاقه انه انت شو لك حقوق بالدوله وانا لي شو لي حقوق عندك بالدوله. فاذا اليوم في مشكله شيعيه مارونيه، وانا كنت دائما عندي ماخذ على التيار الوطني الحر انه مراعى العلاقه الشيعيه المارونيه او اذا بدك الشيعيه المسيحيه اللي نشات تحديدا بهذا الشكل بالشكل المعاصر من بعد تفاهم مارو مخايل راح دمرها كلها سوا. وأنا كنت استخدمت مصطلح يعني عادة مستخدموه بالضيعة أنه هالسطل الحليب ما فينا نلبطه، لا ما في أسباب يعني بصرف النظر عن الأسباب، بصرف النظر عن الأسباب ولا يمكن ولا يجوز بأي محل من المحلات أنه يوصل النفور للتلاعب بعلاقة ربطت بالدم، حرب تموز بالدم. يعني عجبني هذيك اليوم غسان سعود حكي بجريدة الأخبار كتوصيف حلو سميهم تافهين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيمننوا وبموضوع هذا ما بده، يعني موضوع حرب تموز احنا عم نعيشها هلا ما بدها تمنع، بس ما وصلت للقيادات وللمستويات العاليه وضل في يعني احترام. لك يا ستنا في بعض القيادات مع الاسف يعني. بالتيار الوطني الحر بعد كثير يعني انا بعرف مجموعه منهم وفي كان يصير حديث بيناتنا سواء بلقاءات عامه او لقاءات خاصه او على التليفون، حتى كانوا كتير بعاد يعني خلينا حتى نوعية الخطاب المستخدم خطاب مزعج، بيعتبر انه الاداء كان مستفز من قبل السعودية وتحديدا حليف حزب الله بعدة ملفات. قد ما يكون يعني. ما في انا اتلاعب بعلاقة مسيحية اسلامية ولا بعلاقة مارونية شيعية. هل هذا يعني القيادات بهذا الموضوع حريصين دايما بتصريحاتهم على وحدة ال بس ما في كسر ما في دم المالطة انا او هيدا وارجع بدي ابنيها فيها صعوبه يعني حتى الخطاب على التواصل الاجتماعي. فكنت عم تقلي بموضوع قائد الجيش هذا السيناريو مستبعد يعني انه لنعتبر انه اسم تم التخلي عن اسم سليمان فرنجية ممكن انه يذهب الثنائي باتجاه قائد الجيش؟ قلت لك انا بالبدايه انه اليوم الثنائي الشيعي هو موقع الدعم لسليمان الفرنجي مش موقع الترشيح، ورئيس نبيه بدري قال بعدة مناسبات هذه القضية. فإذا اليوم المبادرة عند الوزير سليمان الفرنجي، هو بيقرر مصير ترشيحه وبناء عليه يقرر الثنائي الشيعي ماذا يفعل اليوم بحسب المصادر أنه لن يتخلى، لن يتخلى المقربين حزب الله بيشتغل بالأخلاقيات. خلينا نحن نكون هيك واقعيين شوي. وقت ما كان الرئيس العماد ميشيل عون اللي حكيهم بخطابه الأخير غير هيك، وقت ما كان الرئيس العماد ميشيل عون بعده بأصلب عبده وكان له بعد شهرين وثلاثة كده أنه نروح نحن كصحفيين أو كتاب نحكي مع حزب الله بموضوع
يعني احد مسؤولين حزب الله مره انه قال لي يا اخي والله حايب، قلت له ليه؟ قال لي بعده رئيس عام بيقصب عبده، نحن كيف نجي نحكي برئاسه الجمهوريه وبعض الزلمه بيقصب عبده؟ عنده ادبيه بنفس القاعده. ما في اليوم يجي حزب الله يحكي عن بديل بظل انه سليمان الفرنجيه اللي هو بشوفه مصدر ثقه كبير طارح ترشيحه وعم يشتغل على الارض. يعني حتى اليوم طبيعي. بالخطاب مع التيار الوطني الحر بالنقاشات، يعني حسب ما انا عرفت من مصادر وهذا المؤكد، ما طرح ولا مره حزب الله تخلي عن سليمان الفرنجيه او اشاع. لا بل اذا بدك روح معك للاخر، يعني مع الاسف التيار الوطني الحر صدر من كم يوم انه حزب الله، بعدين انقل هون على الاو تي في كمان، صدر انه حزب الله في وارد التخلي عن سليمان الفرنجيه، مع انه بالليل كان السيد حسن نصر الله عامل خطاب طويل عريض وكان عم يحكي يؤكد على تمسكه، يؤكد على تمسكه يعني. فاذا هون ما فينا نحن كمان نقول انه في خطابين، لا المؤكد انه خلال هذه الجلسات ما انطرح بعض الاسماء، ولكن ما حكي حزب الله انه هو مستعد للتخلي. استاذ عبد الله، رح نتابع حديثنا وتحديدا بموضوع قتل عوده الحوار بين التيار والحزب، شو العناوين اللي عم يتم تداولها؟ مشاهدينا بعد هذا الفاصل خليكم معنا. كملين معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الكاتب السياسي الأستاذ عبد الله قمح. أستاذ عبد الله، بموضوع الحوار وعودة التقارب اللي عم ينحكى عنه بين حزب الله والتيار الوطني الحر، في مراحل عم ينحكى انه في مرحلة أولى هي يعني تتناول العناوين للمرحلة المقبلة، فيما المرحلة الثانية هي المطالب بما يخص المركزية الإدارية وغيرها، ومن ثم يأتي اسم الرئيس. ليه منه اليوم أولوية اسم الرئيس بعدين نروح للمرحلة المقبلة؟ يعني هذا أنا بتقديري موضوع له علاقة بشراء الوقت. مرجوعنا لنفس الكلام بالبداية، إنه اليوم ما في جو سياسي مؤاتي في الداخل اللبناني لطرح اسم رئيس، وكل شخص أو كل فريق إذا بدك متواضع متموضع خلف اسم هذا الرئيس، وبعضهم ثابتين اليوم ضمن هذه الخيارات. لحتى يخلق جو مشجع في المنطقة وينعكس على لبنان، بنروح نحن باتجاه كشف الأوراق بشكل كامل. المهم اليوم بخطاب التيار أو بحوار التيار الوطني الحر مع حزب الله أنه حيكسر هذه الحدية بالخطاب السياسي بيناتهم، واحد. اثنين، حيرجع يقارب المسافات بين الشرائح الشعبية، وخاصة موضوع أنا بناشد الوزير جبران بسير إذا عم يسمعنا الصبح، موضوع السوشيال ميديا، ضبط موضوع السوشيال ميديا من الطرفين، يعني بناشد حزب الله وبناشد التيار الوطن الحر، انه الخطاب جدا مكرف يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. فاذا اليوم هن عندهم هدف اساسي، بدهم يعيدوا لملمه هذا الشارع من الاساس. واليوم ما فيك انت تيجي تعمل حوار على ارضيه مكسره، بدك تجمعي لتوصل لهالمرحله. منه هن بدهم يستفيدوا انه يضخوا اجواء ايجابيه بالشارع تاتي انعكاسات الايجابيه على الموضوع الحوار، ومنه ما ننتظر هذه الفتره. اليوم في يعني كنا قلنا بالبداية يعني بأحد المقالات أنه صيفية واعدة للبناني، والصيفية واعدة يعني صيفية ما في رئيس. خلي هلأ اللبناني صيف، نبلش نرجع على أيلول، لأنه الكل حيرجع يحكي مع بعضه على أيلول، بيكون بلش نحن عنا نشوف التصور الواضح لحراك لودريون، ما نشوف القطريين شو بدهم يعملوا والأمريكان. يعني أنا برأيي هذه الفترة هي حاسمة لتقرير صلاحية المرشحين. يعني هلا أنا برأيي ترشيح جهاد أزعور بعتقد صار بحكم المنتهي، يعني بدليل أنه خروج التيار الوطني الحر، ولو أنه هو جمد يعني إلى حد ما لحتى يحكي مع حزب الله. بس القوات اللبنانية أعلنت، وهي يعني مكون أعلنت هي مكونة مكون أساسي، وأعلنت بقينا على هذا بالضبط. بس ولكن هذا الموضوع هو مثل موضوع حزب الله بموضوع سليمان الفرنجية، أو مثل موضوع تيار الوطن الحر بالنسبة لجهاد أزعور. المقصود بالموضوع أنه الانتظار الأجواء وتغير الأجواء وتبدل الأجواء لحتى يشوفوا شو بدهم يروحوا يعمل. يعني رهان اليوم كبير على موضوع اللقاء الخماسي، موضوع يعني اللقاء حكى الخماسي كمان حتنضم إيران لإله، مزبوط. موضوع اللقاء الخماسي، موضوع الأجواء في المنطقة بين السعوديين والإيرانيين، موضوع الأجواء بين السعوديين والسوريين، كل هذه المشهدية هي بتؤدي إلى عوامل أساسية ومقررة وحاسمة بتبديل المواقف. هلأ أنا بدي أقول شيء بهذا الموضوع اليوم،
هلا صح انه رح يلاقوا آلية كمال ما يصيرش في فراغ بقيادة الجيش من خلال رئاسة الأركان، لأنه حيتعين رئيس أركان، ولكن نحن عندنا فترة أو عندنا مراكز مقبلة على شهور في الدولة اللبنانية. امبارح السفيرة الفرنسية اللي كانت عم يحتفلوا بالعيد الوطني الفرنسي وأيضا قبل انتهاء مهامها بلبنان، قالت هناك استقرار خداع بلبنان ينذر بشغور بالمواقع الأساسية من حاكمية مصر في لبنان مظبوط، وقيادة الجيش هودي وغيره. صاروا يعني كان ورانا في اذا تحذير بحكي. شديد اللهجة يعني. نعم صاروا هودي ورانا، بس ولكن اليوم في مراكز اخرى، في مراكز قضائيه حساسه، في مدعي عام التمييز مثلا، يعني في عندك مراكز بتشل البلد وما في إلها مخارج، والواضح انه ما في والواضح عمل انه جدي بالضبط. لملء فلذلك هذا اليوم الشغل. من الضروري جدا انه يكون في انتخاب رئيس بالحد الادنى باواخر الخريف وبدايات الشتاء، بيكون بلورت عنا المعطيات. كنت عم لك عن جهاد أزعور، أنا بتقديري أنه جهاد أزعور انتهى كترشيح لعدة عوامل اللي حكينا فيهم بالبداية، موضوع التيار الوطني الحر، واليوم ما في عنده أي حضور سياسي على الأرض. طب اليوم أنا إذا بدي أجي يكون رئيس للجمهورية في لبنان، طيب أنا شو بديش العالم تعرف أنا شو خطابي، شو مشروعي بهالثلاث أربع سنين، 5 سنين، 6 سنين اللي يجوا، شو بدي أعمل؟ ما في. ورجع، والاخطر من هيك انه رجع على وظيفته بصندوق النقد الدولي، وظيفته بحسب القانون الموظفين يعني عندهم هن بصندوق النقد بيمنعوا للموظف انه يخوض بمسائل سياسيه بشكل مباشر خلال ادائه لوظيفته او بس كان في اثناء. تعليق لهذه هلا علقه الوظيفة. ورجع، هو علقه قبل جلسه 14 حزيران حتى ياخذ هو سقفه الكامل ويعمل اللي بده اياه خلال هذه الفتره. ولكن وقت ما وصلنا نحن ب 59 صوت وعمليا خدعوه يعني لجهاد، لانه كانوا عم بيقولوا له نحن واصلين يعني بين 65 وال 70، يعني احد النواب طلع على التلفزيون يتبجح ويقول والله 70 نائب، نحن عنا طلعنا عنده 59 نائب. على كل حال خدعوه للرجل، وبالتالي رجع لوظيفته يعني. وانا ما بعتقد انه هلا بعد عنده اصلا طموح يعمل رئيس جمهوريه، بس ما بظن زال هيك عم وضع يرفض، بعده عم يرفض حاكمية مصر في لبنان واسمه مطروح، يعني ما هو بعد في ستنا تمسك الكريمة. فيه. أحيانا في شغلة مهمة جدا، العامل الإنساني بيلعب دور، أنه أنا وقت ما بيتم خداعي برئاسة الجمهورية وأوهم أنا أنه أنا بدي أعمل رئيس جمهورية، مش معقولة أرجع أتنازل أعمل آخر شيء قبل بحاكمية مصر في لبنان، ما حتزبط يعني كقيمة. يعني في عندك أشخاص بيفكروا بقيمتهم المعنوية، انه انا كنت بروح رئيس الجمهوريه فجاه بيجي بينحكم معي بموضوع حاكميه مصر في لبنان. طب ليه انطرح معي رئاسه الجمهوريه من الاساس؟ هلا احراكي مثلا. طب حاكميه مصر في لبنان شو ال هلا بحاكميه شو مصر في السيناريو لبنان المطروح؟ السيناريو وعم نشوف الدولار الثابت عم يرتفع ويقال انه هلا ارتفاع سياسي لا حدود له، يمكن انه هلا هو خلال ليك ايام. ستنا الكريمه، هو ارتفاع سياسي، وكمان الاجواء عدم الثقه اللي بلشت تنشر تقريبا من بعد طرح استقاله او التهديد باستقاله نواب الحاكم بلشت تتغير السوق. يعني انا بتواصل دائما مع اشخاص بيشتغلوا بموضوع الارض، يعني بيتابعوا الارض، موضوع الصرافه والدولار وحركه الدولار والليره والى ما هنالك. كان ملفت الاقبال الكثيف على الدولار خلال هالفتره، يعني كان في لبنانيين بعد معهم شويه ليرات على اعتبار انه مستفيدين من حاله الاستقرار اللي كانت موجوده من اذار لهلا. لا بلشوا يروحوا هودي يشتروا دولار من السوق. وبارح يعني خلال احد المتابعات، لانه ارتفع الدولار بشكل مفاجئ، فاحد المصادر ابلغني انه بنك بي او بي، بنك بيروت يعني، دخل مين شاري ورا هيدي الخطوه اللي للدولار. قام فيها البي او بي؟ هلا بدنا نسالهم نحن هلا، بس بظل الوضع الحالي انه انا وقت ما بفوت بدي اشتري كميات ضخمه من الدولارات مقابل الليره اللبنانيه، معناته انه في خطر جاي على البلد، وانا بدي امن المصاري اللي موجودين معي بالليره لحتى ما تقل قيمتهم بعدين. هو خطر وهذا ولا عم نضغط خط باتجاه معين؟ عم نضغط لابقاء رياض سلامه، عم نخليه ليكون التمديد سلس و ابقاء رياض سلامه؟ انا برايي من سابع المستحيلات، لانه اليوم القانون، قانون النقد والتسليف بالماده 25 منه واضح، النائب الاول هو اللي بيستلم. هلا انا هون عندي وجهه نظر مبنيه على مجموعه معطيات. نعم. انه اليوم حتى بلش فيها من هون، انه اليوم نواب الحاكم كانوا قالوا انه نحن ما بدنا نشتغل بصيرف، وسرب انه احد نواب الحاكم عم يحكي مع بلومبرج بعتقد لخلق منصه اخرى جديدة لعرض موضوع الدولار. طيب اليوم بيجوا بيقولوا نواب الحاكم نحن اذا بدنا نستمر بقياده جماعيه وعلى راسنا النائب الاول كما ينص القانون، فنحن بدنا نعطي
تغطية لصيرفة اللي نحن بخطاباتنا وباجتماعاتنا معارضين لها. معارضين لها. هلا السيناريو هون كيف بده يتم؟ حتى اول شيء خلوا صيرفه يحافظوا على حد ادنى من الاستقرار داخل الدولار بالبلد حتى ما يفلت، انه انتبه اليوم اذا صيرفه توقفت يعني بطبيعه الحال هيدي الشركات اللي بتستفيد من صيرفه والمواطنين اللي بيستفيدوا من صيرفه والجشعين يعني كل العالم عم تستفيد من صيرفه لتشتري دولار، انه صيرفه بتوفر دولار بدون سقف. فبالتالي اذا زاد اذا وقفت صيرفه حيزيد الطلب على الدولار من السوق، وبالتالي حكما حيرتفع دون حدود. يعني ممكن يعني امبارح مثلا فقنا كان 91,000 حنام، كان 100,000 يعني 6,000 يعكسيها على ايام الاسبوع اذا بقيت هيك بده يصير في حال حصل. هلا على كل حال انا بتقديري وفق المعطيات صار في تخريجي بهذا الموضوع، انه نواب الحاكم ايه بيقدموا استقالتهم، مجلس الوزراء يرفضها ويوكل مجلس الوزراء او يكلف هؤلاء بتسيير شؤون مصرف لبنان، وبالتالي بكون احنا حققنا هدف رئيسي بالنسبه للسلطه اللي هو الابقاء على صيرف، لانه هودي اذا استقالوا ما فيهم يعني يجوا يوقفوا على صيرف لانه هن عم بيصرفوا اعمال، وبالتالي تبقى الامور على ما هي عليه. بكونوا حققوا هن هدفين، اول شيء اخرجوهم، يعني اخرج مثلا الثنائي الشيعي تحديدا رئيس نبيه بري، اخرج الشيعة من اداره موضوع حاكميه مصرف لبنان لانه في خطر كبير. يعني اليوم ما تنسي اذا استلم لانه اليوم بدي اقول شيء بهذا الموضوع وهذا جدا مهم وما حدا عم ينتبه له. اليوم الشيعة مستلمين في لبنان مراكز ماليه اساسيه، المدعي العام او اول شيء وزاره المال، المدعي العام المالي، وما فيك تيجي تسلميه حاكميه مصرف لبنان لانه السيركوي كله المالي بالبلد بصير مكموش من ايد الشيعة، واي خضه بتصير بيتهموهم، مش هيك؟ ما هذا الخوف التاريخي بالبلد. وشغلة تاني اليوم يعني هذا الرفض محق بس منه قانوني، إنه هو نعم إنه هو شخص يرفض استلام مهام، ولكن هو ما حيرفض بالقانون، هي هو ما حيرفض، هو حيستلم ولكن هو حيستقيل، يعني هو حيقبل بالاستلام تاني يوم حيقدم استقالته. بس شو بيتغير بين انه بيتغير انه صاير اول شيء هن ببطلوا حكام مباشرين مقررين داخل مصر، بصيروا مكلفين، بصيروا هن مكلفين وتبقى الامور على ما هي عليها. هلا هون بهيدي الخانه ستنا الكريمه يعني بضل رياض سلامي كحاكم، هون هي بدي اقول لك هون بهي الخانه بدنا نشوف مصير رياض سلامي. كان انطرح رياض سلامي نعم انه يبقى مستشار في حاكميه مصرف لبنان، وكانت جاي ضمن هذا الباكج اللي مين اللي طرح هذا الطرح؟ هلا كان دافع فيه رئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، يعني بحسب المعلومات هن كانوا دافعين انه يبقوا داخل مصرف لبنان بصيغه مستشار، والذريعه كانت انه تامين بالحد الادنى الاجواء، يعني او اذا بدك ما يصيرش في خضات ماليه بالبلد. بس هذا واضح يعني بدل على كثير اشياء، على خلفيات هلا ممكن يعني كل ما حدث، ممكن اي شخص ياخذ الموضوع بالاعتبارات السياسيه انه والله هودي بدهم يحموه وعندهم ما بعرف شو بقلب مصرف لبنان بدهم يغطوا عليه، ولكن لا هني عم بيقولوا، وانا هيدي بشوفها بصرف النظر عن اي اعتبار اخر، ممكن يكون عندي وجهه نظر مختلفه بس نحن عم نحكي بالسياسه. انا ممكن بشوفها انه يعني انه ايجابيه لتهدئه الوضع، لتهدئ ليش؟ لانه اليوم ما في عندك حاكم لمصرف لبنان، هودي الجماعه ما بدهم يستلموا حاكميه مصرف لبنان، وفي حال استلموا الحاكميه بدهم يدمروا لك صيرف، وهي انا صيرفه مش كتير بحبها، يعني مش مغرم فيها لهالدرجه ولا عندي 30 مليون دولار برايك. بس انه هي اليوم هدي هذا الدولار، هي انا عم نحكي مع حضرتك هلا وهذا كل شوي بيبعثوا لنا بوش نوتيفيكيشن، ارتفاع كبير وارتفاع صغير. طيب على كل حال هذا هو الجو اللي بده يصير. لا انا برايي هن بدهم يامنوا مرحله انتقاليه غيث ما يتم انتخاب رئيس الجمهوريه وياتي كل شيء ضمن الباكج جديد. يعني اليوم ستنا الكريمة وقت ما بده يصير في انتخاب للرئيس، وهذا اللي عم يحكي فيه اليوم حزب الله والتيار الوطن الحر، مش حيكون بس مساله انتخاب انه انتخبنا رئيس وبنيجي بنحكي بالامور الثانيه بعدين. خطا استراتيجي قبيل انتخاب العماد ميشيل عون انه ما مشي بموضوع السله. هلا بصرف النظر شو هي كانت السله، ولكن اليوم لبنان قائم على توازنات وعلى توافقات. طب اليوم هاي والدليل يعني هذا الاستعصاء العايشين ما حدا قادر يعني. طيب اليوم الباكج ديل يلي حيكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم مصرف لبنان والحكومة والوزراء بالحكومة. هلا أكيد حزب الله أو غيره مش حيجي إنه والله أنا بدي هالحكومة
عفوا بدي هاي الحكومه بدي غيرها، ولكن هو بشكل عام بده نشوفه كمان تقسيمه، لانه حتى ما نجي بكره ننتخب رئيس وتعلق المشكله مثل ما كان يصير قبل 8 9 اشهر حتى نجي نعمل حكومه، وشي 8 9 اشهر ثانيين حتى نجي نعمل تعيينات بكون طار نص العهد. صحيح. فلذلك يجب انه يكون في هذا اللي عم يصير. فيما يخص المطالب اللي عم ينحكى عنها بحوار التيار وحزب الله، عم ينحكى بمرحله مقبله سيتناول هذا الحوار مطالب الطرفين، ومن ضمنها اللامركزية الإدارية اللي عم بطالب فيها التيار الوطني الحر والصندوق الائتماني وما إلى ذلك. إلى أي مدى ممكن أنه تتحقق هذه المطالب؟ وما بنعرف شو مطالب حزب الله، يعني حسب المصادر اللي سمعنا منها سمعنا بس مطالب التيار، ما عرفنا شو المطالب اللي ممكن يطلبها حزب الله من التيار. مطالب التيار تحديدا من موضوع اللامركزية الإدارية محقة، لأنه هي أصلا وردت باتفاق الطائف. أنا بعتقد أنه حتكون مطالب حزب الله تطبيق اتفاق الطائف كاملة، واتفاق الطائف ستنا الكريمة في عدة بنود مش بس المركزية الإدارية، يعني نحن معلش بس ما نجي ناخد اتفاق الطائف ما فينا نحن نجي ننقي جزئية واللي بيعجبنا واللي ما بيعجبنا بنكبه على جنب، يا منا وهي المعضلة اللبنانية، يا منا نحن نطبقه كله كما ورد يا بلا بنجيب واحد تاني بداله وبنشتغل على أساسه. اليوم في عدة أمور إلى علاقة بإلغاء الطائفية السياسية، إلى علاقة بالانتخابات النيابية إنه ما تكون وفق القائد الطائف، هذا كثير مهم باتفاق الطائف. أنا حسب ما بعرف إنه أول بعتقد سمح بأول انتخابات تكون على القائد الطائف، ومن بعد منها خارج القائد الطائفي تلقائية. وحتى انه بينزلوا كمان عدد النواب ما بيرفعوهم، لا نحن بنرفع عدد النواب وبنخالف اتفاق الطائف هلا كله. هلا اذا بدك تيجي تحكي، يعني اليوم اذا بتحكي مع دستوريين، نحن وصلنا لموضوع ثاني، ولكن اذا بتحكي مع دستوريين اليوم بقول لك وفقا لاتفاق الطائف كل مجالس النواب هي غير شرعيه، لانه اجت وفق مناصفه او اذا بدك وفق قاعده طائفيه. فاذا اليوم انا بعتقد انه حزب الله يطالب تطبيق اتفاق الطائف بيناسبوا هذا طبعا، لانه حكي سيد حسن نصر الله من كم يوم قال نحن ما عندنا مؤتمر حتى السياسي. الرئيس بري قال ما حدا يلعب ما حدا يلعب، لانه اليوم ليك اليوم بدي اقول لك شغله، اليوم فيك تطوري اتفاق الطائف، يعني بمعنى انه خلينا نعطي، يعني في عندك فئات في لبنان اليوم هذه الفئات غير ممثله بالدوله، خلينا نحن نمثلها، فيك تطوري بهذا الاتجاه، خلينا نحن نعمل اليات مثلا انه تشكيل الحكومه الى فتره، انتخاب رئيس الجمهورية له فترة، ليش ما بيكون في مثلا، هي وجهة نظر، ليش ما بيكون في بلبنان نائب لرئيس الجمهورية من احدى الطوائف في حال حصل شغور بيستلم هو الى حد ما جزء من الصلاحيات؟ طب هذه اليوم امور اساسية بحاجة لحل، وانا برايي حزب الله مش بعيد عنها، حزب الله اذا بده يجي يحكي مع التيار الوطني الحر حيجي يحكي بتطوير اتفاق الطائف. برايك هاي المرحله يعني هي مؤاتيه اليوم لتطبيق بنود الطائف والكل جد بهذا الموضوع؟ هذه هي اكثر فتره مؤاتيه، لانه اليوم الشرخ على مستوى القاعده الشعبيه كبير وكبير جدا، واليوم عندنا خطر انقسام، واليوم عندنا ارتفاع بسقف الكلام الطائفي والمذهبي والفيدرالية، يعني تطبيق الطائف اليوم بكل اليوم بنوده يقطع الطريق على كل المشاريع اللي عم تنطرح. اليوم تطبيق اتفاق الطائف ينهي معضلة الفيدرالية اللي عم تنحكى واللي خطيرة جدا، قاعدة خطيرة، خطير تطبيقها في لبنان، لأنه لبنان مش سويسرا، لبنان هو كانتونات طائفية آخر شيء، وهي الكانتونات الطائفية أنت ما فيك تيجي تعطيها استقلالية ضمن مناطقها، لأنه هولي صاير فيهم مثل الدول يلي بتحس بطفرة وبتنمى فبدها تصير توسع حدودها الى خارجها، فبصير نحن عندنا الواقع بلبنان هيك مع الاسف. فالحل هو الخطاب هو اتفاق الطائف. كل عنوان عم نحكي فيه بده ساعات وساعات، رح نتوقف مع فاصل اعلاني، مشاهدينا خليكم معنا. متابعين معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الاستاذ عبد الله قمح الكاتب السياسي. استاذ عبد الله، قبل ما ننتقل للعميد شارل ابي نادر معنا عبر تطبيق زوم، بدنا نحكي بموضوع طبعا المشهد بجنوب لبنان، موضوع النزوح اللي كان مفروض نتناوله مع وزير الشؤون الاجتماعية دكتور هكتور حجار وللأسف منه على السمع. كنا بدنا نسأله بسبب عن سبب تنحي وزير وزير الخارجية لترأس الوفد الوزاري المكلف بالذهاب إلى سوريا والتباحث حول موضوع أزمة النازحين. شو رأيك؟ يعني هلأ الوقت مناسب اليوم أنه يعني اليوم أول شيء بالشكل ما أنه مناسب وبالمضمون ما أنه مناسب. أنا بستغرب هذه التصادفات اللي يقدم عليها دوريا
وزير الخارجيه في حكومه تصريف الاعمال، لانه دائما بيثير الريبه حول ادائه، دائما بيثير التحفظات والاسئله والى ما هنالك، من قبل مساله اوكرانيا وقت ما اخذ فيها طرف يعني بمعزل عن الراي الدولي اللبناني، واليوم كمان رفض انه يطلع على دمشق. هلا الرفض انا اذا بدك كمراقب هو بيعتبر انه التواصل قائم بينه وبين الحكومه السوريه ولا داعي، وفي وزراء معنيين يمكن يكون قانونا الحق معه او بروتوكوليا، بس احنا عم ناخذ وجهه نظر. مثلا شو هو التواصل اللي صار بينه وبين الاداره السوريه من بعد تصويت البرلمان الاوروبي؟ شو المبادره اللي عملها حضرته هو رئيس الحكومه لحتى يوقفوا بوجهه لهذا القرار؟ هل طلع بيان استنكار؟ ما طلع. هل طلع عملوا دعوه استدعاء لسفراء ليجوا يسالون انتم كيف تجوا بتاخذوا قرار بدون ما تجوا تنسقوا مع الدوله اللبنانيه وتفرضوا عليها قرار يعني يصوتوا بابقاء النازحين السوريين غصبا عننا نحن؟ انت كدوله لبنانيه عندك كيانك ووجودك وحضورك، شو عملت؟ بعت ورا السفراء استدعيت؟ طبعا بنحكي عن هذا التقرير انه في بعض البنود، تقرير البرلمان الاوروبي او القرار، في بعض البنود اللي لازم نحن نطبقها. يعني امبارح سمعت احد نواب القوات اللبنانيه انه ما فينا نرفض كل القرار، فينا نجذبه، فينا ننفذ بعض البنود منه. حقلك هيك حكون صدامي شوي لانه انا هيك مش معود كون هادي، انه نواب القوات اللبنانيه سخفاء. نحن بدنا نوجه هيك، لا بدي وجه لك ليش، لانه هن احد اسباب المشكله اللي نشات فيها بالبلد من وراء هذا الموضوع، موضوع النازحين. هن خلال معارك بسوريا هن يلي عملوا مظلة آمنة لدخول النازحين السوريين إلى لبنان وأبقائهم في مخيمات، وهن يلي اشتغلوا على أنه هذه المخيمات تكون معزولة عن الدولة اللبنانية، هن وهن بقرار منهم يلي عم بصيد اليوم، أنه يعني اليوم وقت ما نحن بنجيب 2 مليون نازح سوري، قرار اللي عم يصير بالبرلمان الأوروبي من كله بسببهم، في تواطؤ داخلي، في تواطؤ داخلي لبنان اليوم، في مجموعه من اللبنانيين، خلينا نحن هيك شو نكون واضحين وصريحين، في مجموعه من اللبنانيين تريد الاستثمار ببقاء النازحين السوريين لاحقا، يعني لتغيير المعادله السياسيه في لبنان. خلينا اقول بطريقه ثانيه ولو انه التشبيه مش كتير ممكن يكون ظابط، خلال وجود الفلسطينيين في لبنان قبل ال 75 كان في طرف لبناني عم بيراهن على تغيير النظام اللبناني من خلال هؤلاء بالضغط، يعني باستثمارهم بالضغط على الداخل اللبناني، ونحن من وراء هذا الضغط نغير امور عده كانت مطالب بالاساس موجوده من بعد نظام ال 45. طيب اليوم نفسه ولكن على الطرف الاخر يستثمرون في بقاء النازحين السوريين لتعديل مش بس واقع ديموغرافي في البلد، اخطر، لتعديل مسار سياسي طويل عريض وللضغط على حزب الله. بس اليوم نحن عم نسمع اجماع نوعا ما على يعني رفض هذا. طيب اليوم الاجماع كيف بيتكرر؟ كيف بيتطبق على الارض؟ كيف بيتطبق؟ اليوم انت بدك قرارات مزبوط ولا لا؟ طيب تتفضلوا هودي الشبيبه يلي عم بيطلعوا على التلفزيونات ويقولوا نحن نرفض ونحن نرفض، موجودين السوريين داخل مناطقهم مزبوط، وفي بلديات محسوبه عليهم، تتفضل هذه البلديات تاخذ قرارات واضحه بهذا الموضوع. تتفضل هذه البلديات تتعاون مع الامن العام عبر الفرض، يعني يجوا يفرضوا عليه للنازح السوري انه تعال عبي لي اسمك وانا بدي ارجعك لبلدك، ويجوا يحكوا مع الامن العام. برايك قادرين اليوم نحن نواجه قرار اوروبي بهذا الحجم وبهذه الخطوره؟ طبعا نحن اذا نحن عندنا، انا مش عم بحكي عن القوى، هذه القوى السياسيه اوعك تفكري انه هي جزء كبير منها، بس هي هلا الموجوده، هي هلا انه حتيجي تواجه القرار الاوروبي، لانه هي اصلا اللي واضعه قرارها الذاتي باوروبا ولهذه الدول ولمصلحه هذه الدول وبتقبض عليها للموقف، مش حتيجي تواجه الاوروبيين. ما انت بدك تشوفي وضع اللبناني لكن الرهان على شو اللي بده يغير؟ اليوم الرهان على مسالتين، على القوى الحيه في لبنان اللي قادره تروح تحكي مع السوريين، وعلى الدولة السورية كيف بدها تيجي تتابع هذا الموضوع. اليوم أنا ما بخفيك السر، وهو أصلا ما نسر، يعني الدولة السورية كانت طلبت بعلاقة واضحة وصريحة رسمية ما بين سوريا ولبنان لحل موضوع النازحين. بعد اليوم ما على الدولة ما اللبنانية هذا اليوم على الدولة شرط. اللبنانية إنه تقوم تعمل واجباتها. اليوم كيف بتقوم الدولة اللبنانية بتعمل واجباتها؟ في عندك قوة حية لازم هي تضغط. يعني اليوم معلش أنا بتوجه الخطاب لحزب الله ولحركة عمل تحديدا، إنه طيب اليوم أنتم عندكم علاقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانتو عم ما تقولوا كتير امور بالدولة تحت ذريعة استمرار الدولة اللبنانية قائمة بظل غياب رئيس الجمهورية على مستوى قرارات وغيره، فيكم تضغطوا عليه انتو كمان يتفضل يطلع على السورية
أو يسمح بتكوين آلية فعالة. البعض بيشكك بموقف حزب الله بمدى حقيقة موقفه بملف النازحين السوريين. حزب الله أكثر واحد بده يرجع النازحين، وبدك تقولي لي شو الدليل؟ حاجي لك شوف البلديات الموجودة بجنوب. نحن بدنا نضطر، يعني الموضوع كمان كبير ومتشعب، بس نذهب للخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد استاذ شارل أبي نادر. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. بموضوع المشهد اللي عم نشوفه على الحدود الجنوبية اللبنانية، ما خطورة اللي عم نشوفه؟ امبارح كان في رسالة، ما بعرف إذا واضحة، من الجانب الإسرائيلي باتجاه لبنان وتحديدا حزب الله. ما مفاد هذه الرسالة سيادة العميد؟ صباح الخير، تحية للضيف الكريم للمتابعين. طبعا يعني الإسرائيلي في الداخل وأصبح مخرجا في الإجراءات التي يتخذها حزب الله على هو لا يستطيع ولا يستطيع أن يذهب. أنا بتقديري هو يعمل ضمن يعني الحد الذي يحفظ ربما معنويات جنوده، ولكن كل المعطيات أنا بتقديري لا تذهب باتجاه أن إسرائيل هو جاهز أو وإذا كان لديه، وهو ليس جاهز أو ليس لديه قرار بأن يساعد. إذا اعتبرنا أن موضوع الخيمة أو المكان أو النقطة التحفظ هي النقطة، نتكلم عن نقطة التحفظ على الحدود. الإسرائيلي يعرف جيدا أن هذه نقاط التحفظ لم توافق عليها، وهي ما زالت مفتوحة على الاشتباك الدبلوماسي وغير الدبلوماسي. أنا بتقديري لن يذهب يعني في هذا الموضوع الإقليمي والدولي إلى مواجهة لكي يدافع عن نقطة التحفظ من 17، وهو يعلم من الناحية القانونية من ناحية الحدود هي يعني الحق ليس معه، هو مع لبنان في هذه النقاط، وترك هذه النقاط أساسا لكي يكون هناك ربط نزاع. أن يربط نزاع مع لبنان، يجد فرصة معينة لكي يتكلم مع لبنان بطريقة أخرى. انطلاقا من هذا الموضوع يعني أنا لا أستطيع تصعيد خطير، هذا من ناحية، من ناحية إسرائيل. من ناحية حزب الله، حزب الله هو يعمل من ضمن القانون الذي يعني تشرعه وأساسا الدولة اللبنانية وقفت مع اجراءاته يعني بكل اركان، بمعزل عن الموضوع المتعلق بالنظريه او النظريه. الدوله اللبنانيه اليوم هي اساسا صحيح تصريف اعمال، ولكن هي تغطي السر عمل المقاومه في المناطق المحتله، هذه تعتبر من المناطق المحتله. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ايضا حزب الله هو جاهز يعني، ولكنه لا نقول انه يريد ان يذهب باتجاه وجهه، ولكنه يدخل في النقاط الحساسه التي تثبت وجود لبنان، ليس حزب الله موقف لبنان اليوم هو وليس موقف ضعيف، هو موقف قوي بعد ان حصل التقسيم البحري بالمسار الذي اتبعناه جميعا من ناحيه الضغط على اسرائيل لكي ترضخ لمطالب لبنان، لا يمنع ان يكون هناك اليوم مسار اخر ينهي نقاط التحفظ على الاقل. هذا الموضوع يعني تطور اكثر بعد ان بدا اسرائيل يثبت وجوده في مناطق في يعني الغجر الشماليه، مناطق القسم الشمالي من الغجر، والذي هو لبناني حتى باعتراف اخر توقيع يعني مع الامم المتحده بعد الانسحاب، بعد تسليم الضغوط عام 2000. انطلاقا من هذا الموضوع، الاجراءات التصعيديه التي ذهب بها العدو هي التي دفعت حزب الله لكي يذهب باتجاه تغيير في ربط النزاع او في القواعد. طب لنعتبر اليوم يعني حضرتك عم تقول انه اسرائيل غير مستعده وحزب الله لن يبادر انه الى افتعال اي هجوم، ولكن كل الظروف، ظروف الاحتكاك اذا بدك التي قد تشكل الشراره الاولى موجوده، يعني وجود الخيمة اللي البعض بيتساءل انه شو السبب من عام 2000 لليوم ما كان في هذا التقدم لحزب الله، شو هذا التوقيت، ما معنى هذا التوقيت انه نجي نوضع خيمة قد تشكل عامل استفزازي للجيش الاسرائيلي؟ يعني تكلمنا سيدتي عن موضوع القسم الشمالي، القسم الشمالي من الغجر الثاني اسرائيل يعني صعدت وتجاوزت الخط الاساسي التي كانت هي اعترفت به اثناء الانسحاب عام 2000، وعدت وتجاوزت
فيها تدعي لاسباب امنيه، لاسباب تتعلق بتطورات معينه ربما تخاف من دخول معين عمليات معينه، ولكن هذا يعتبر ايضا تجاوز. يعني حزب الله لم يذهب باتجاه هذا التصعيد او هذا الاجراء الغير ربما اعتيادي او غير طبيعي استنادا للمسار منذ العام 2000 الا بعد ان ذهبت اسرائيل الى تصعيد واسع. ماذا يمنع ان تفعل اسرائيل مثل ما فعلت في القدس من شمال الحجر في اغلب نقاط التحفظ وفي اغلب المناطق الحدوديه التي تعتبر تشكل خطر، او كل هذه المناطق الحدوديه هي ثغرات بالنسبه لاسرائيل تخاف من دخول عناصر الاحتلال او من تسلل عناصر الاحتلال؟ ماذا يمنع ان تعمل اذا سكت عن هذا الموضوع في هذا الحجر ان تعمل الى نفس الاجراءات في كل؟ يعني اعتقد الموضوع كان يجب ان يكون هناك اجراء لتسكير اسرائيل هذا الناحيه. اليوم الدور الامريكيه صراحه وموضوعيه هي غائبه، يعني من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الشرعيه كنتم يعني تتكلمون عن موضوع وزير الخارجيه لا ينفذ قرار لمجلس وزراء او في موضوع يتعلق بمشكله رئيسيه واساسيه تتعلق ب يعني ملف جد ضاغط على لبنان اليوم وهو لم ينفذ، يعني لا وجود للدوله اللبنانيه. نتكلم بصراحه الاجراء هو يحفظ حق الدوله اللبنانيه ويثبت وجودها على الاقل في هذه النقاط. طيب سيادة العميد، سؤال أخير وباختصار شديد لو سمحت. هناك من يصر على الكلام عن الحدود البرية أو ترسيم حدود برية، علما أنه صار في توضيح، لنعتبر أنه البعض ما بيعرف بهذه الأمور، صار في توضيح من عدة قيادات ومواقف رسمية أنه موضوع الترسيم غير موجود أساسا لأنه الحدود مرسمة بفعل يعني اتفاقيات معينة. شو كلامك عن هذا الموضوع وما الذي يراد من هذا الحديث؟ الترسيم البري هو ناجز استنادا يعني معاهدات هي اساسا سبقت الحدود بين لبنان وفلسطين المحتله في الانتداب بين الفرنسيين وبين البريطانيين. هذه الحدود ثابته عادت واثبتت بعد 43 بقرار من الامم المتحده قبل ان يكون هناك تواجد احتلال كامل. يعني كان هناك ما زال الموضوع داخل فلسطين، وهذا باعتراف الانتداب البريطاني والفرنسي. هذا مخرج هذه النقاط التي تم التحفظ عليها لا تحفظ عليها لكي لا يكون هناك اشكال معين في موضوع الانسحاب ولتثبيت خط الانسحاب في الحد الادنى. بقيت هذه النقاط مسجله في محضر الامم المتحده، هي حق للبنان انطلاقا من هذا اليوم. المطلوب فقط هو الغاء هذه التحفظات اما لمصلحه لبنان او لمصلحه اذا كان اسرائيل استطاعت ان تقنع من الناحيه الجغرافيه الامم المتحده واقتنع لبنان يكون قد انتهى، ولكن الترسيم هو منجز شرعا وقانونا. سياده العميد شارل ابي نادر، بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله القيمه والمعلومات. طبعا شكرا لك. شكرا بالوقت المتبقي بدي اسالك تعليقك عن هذا المشهد اللي عم نشوفه على الجنوب، اللي توتر دائم والعالم عايشه اعصابه انه ما يكون عن جد صيف ساخن ربما. انا بدي خالفك بهذه النقطه لانه اليوم تلاقي كل العالم قاعده على النهور او على البحور بالجنوب ببيوتها ومصيفه وانا عم بارجل على البلكون وانا بشوفهم على السوشيال ميديا وبعرف من اهلي ومن وبطلع انا وبنزل اخر شيء يعني بشوف. فالعالم هلا من ناحيه اهالي الجنوب الجنوب معودين يعني معودين. ولكن هلا الاسرائيلي صراحه هو الخوف عند الاسرائيلي، لانه يعني اذا بتيجي بتطلع بمستوطنات وما في حركه بالعاده بالبساتين يكون في دخول وخروج، ما في لا دخول ولا خروج، بتابع اعلام وبيقول لك انه كل يومين ثلاثه بينزلهم على الملاجئ وبيبعدهم وبيقربهم. يعني هو بحال حصول اي امر سيكون هناك الاف الضحايا يعني او مئات. من خلال الخيمه حقق عده مجموعه اهداف. اول شيء فرض على الاسرائيلي بدء الحديث بموضوع الغجر، لانه له من 2000 ومن 2006 اذا بدك حتى نقول اكثر، له من 2006 ما عم يحكي على هذا الموضوع ورافض وبالعكس بيتعدى يعني، وساعه بيضم وساعه بيحط شريط وساعه بيبنى حيط. ثاني هدف جعل من الخيمه هي حدود يعني للبنان، خليني اقول اذا بدك، وهي بعيده عن خط الانسحاب وهي صارت جوات الحدود، يعني بمعنى حدودنا نحن كمنطقه محرره كقاعده يعني المنطقه انطلاق. لنحكي هيك ميدانيا المنطقه الموجوده فيها الخيمه هي موجوده
هي أمام موجودة أمام خط خط الانسحاب، هي الانسحاب. موجودة على بعد حوالي 30 أما 50 متر، موجودة ضمن مزرعة بوسترا أو على مقربة من مزرعة بوسترا، موجودة ضمن الجزء المحتل من مزارع شبعة اللبنانية. فهي هي اللي عملت له ارباك، واليوم كرس حزب تقريبا اللي الله صار فيها واقع امبارح التطور ومحيطة والاستهداف ومحيطة. فلا حزب الله كرس واقع اليوم، اثبت ضعف اصبح ضعف الاسرائيلي بشكل واضح، لانه الاسرائيلي ما قادر بقى يتصرف في خيمه. انا بدي قبل ما تسكري اعطيكي هالمعلومه، حاول معنا دقيقة. الاسرائيلي بطريقه ملتبسه انه يتعدى على الخيام يحرقهم، يعني بعت لهم قنابل حارقه تستخدم، يعني قنابل حراريه، ولكن فشل ما قدر. ليه الحذر من الاقتراب حذر، بشكل لانه حزب الله مباشر؟ جعل منا في لهذه تهديد. المنطقه، بدون ما يكون في تهديد، حزب الله جعل منا لهذه المنطقه منطقه خاصه، في منطقه عمل عسكري، وبالتالي الاعتداء على منطقه عمل عسكري تواجه باعتداء. وكان السيد حسن نصر الله واضح وقت ما اجى قال لهم انه في حال مش حنسكت، يعني بمعنى انه في حال صار في اعتداء مش حنسكت، يعني وقت ما بيطلع من القائد الاعلى للقوات المقاومه في لبنان هذا الخطاب، معناته هو قادر يروح للاخر بالمواجهه. طب في سؤال مسألة للعميد ابي نادر، لانه كان الصوت شوي مش مساعدنا، بس عم ينحكى عن انتشار يعني على كامل انتشار الحدود مين؟ لعناصر المقاومة ما هي حزب اصلا عناصر المقاومه بتضلها موجوده على الحدود ولا مره غاب. لكن بدي اقول شيء، هن يعني في كثير نظريات بتطلع بتنحكى على الاعلام انه انتشار لحزب الله. ما هو بهيك وضع حكما حزب الله حيكون منتشر متأهل ومتأهب، وتأهب حزب الله غير ظاهر، الإسرائيلي بيشوفه لأنه عنده وسائله وبيقدر يعرف، بس ولكن المواطنين العاديين ما بيشوفوا. طب يعني فعلا يعني توقيت وضع هذه الخيمة ما بيوضع علامات استفهام، هو انه توقيتها بالوقت الحديث اليومي عن سلاح حزب الله ومحاولة يعني البعض لكن انه احيانا انا ايجاد بدي اقول طريقة شيء لنزع هذا السلاح، غلطة. عم نلاقي انه لكن انوجدت احيانا هذه الخيمة. الاسرائيلي بيرتكب اخطاء شنيعة. بأي معنى اخطاء شنيعة؟ يعني اليوم هو عطاه لحزب الله عطاه شيء مهم جدا، وحزب الله مش بده، يعني كمقاومه بده عطاه اياه ذريعه، بالاساس يعني هو مش اللي عطاه بدأ ذريعه، عطاه خطوه حتى يتقدم عليه الى الامام، وكان معتبر الاسرائيلي انه مش حيتقدم حزب الله ولا حيستغلها، فانقض عليه الحزب واستغله، وهو صار اليوم الاسرائيلي بموقع الدفاع والمقاومه هي بموقع الهجوم. له علاقه بموضوع الغجر، هو بدأ بالتمدد الى الغجر من عام، وكان حزب الله ساكت كل هذه الفتره ولكن كمقاومه، ولكن اليوم وقت ما بده يضمها بهذه الطريقه الملتبسه ويجعلها منطقة خاضعة للنفوذ الإسرائيلي، تقدم حزب الله ووضع هذه الخيمة، وأصبح الإسرائيلي بموقع الدفاع، صار همه مش الغجر، بس هلا صار همه الوضع مستعد يتخلى. سوسو نقطة مثل ما بيقولوا، يعني عم بحوموا حول الخيمة، عم تقول قنابل حارقة ومدري شو، هلا هني يعني عم أي بحوموا. احتكاك مباشر بهذه الخيمة رح ستنا يعني الكريمة، أنا ما يكون لا أتمنى الحرب، ولكن أتمنى أنا أنه يفتعل الإسرائيلي موضوع مسألة غبية، لأنه اليوم مسألة لا مزارع تتمنى شبه. لا أتمنى الحرب، ولكن أتمنى أنه يفتعل أي حركة غبية في هذه المنطقة لا أكيد يفلت الملأ مثل ما نتمنى بيقولوا نتمنى لا الإسرائيلي. أكيد ويكون في فعلا توازن رعب مثل ما بيقولوا أو ردع. شكرا لك الكاتب السياسي عبد الله قمح على هذه الحلقة المميزة. طبعا مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.